يعني حاجة جميلة جدا إن إحنا دايما نبقى على تواصل مع إخواتنا وأصدقائنا صغيرين الحقيقة يا كابتن محمد، وأحمد تحديدا عامل شغل كويس جدا. والله انا في الحقيقه يعني عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا، اتفضل. وهي سياسه النادي الاهلي في اعاره ابنائه. يعني احنا شفنا دلوقتي احمد ياسر ريان في الجونه لاعب تقريبا كان من هدافين الدوري، وراح سيراميكا برضه يعتبر نفس من الكلام. هدافين نفس الكلام، النهارده راح الطاي بيستفيد بنسبه كبيره جدا من خبرات كبيره جدا. انا عايز اقول له بس يا احمد، هو قال ان الفرقه ما فيهاش استقرار شويه، فيها في تغيير الطاي، فيها ثلاث مدربين. بالعكس انا شايف انها تبقى حاجه كويسه ليك انت، ازاي تتعامل مع كذا مدرسه في موسم واحد، ودي اكيد هتفيدك مستقبلا يعني. طبعا بتمنى له التوفيق. في طبعا مجموعه كبيره جدا برضه ابناء النادي الاهلي متواجدين في الدوري طبعا في الدوري العام، عاملين شغل كويس، وبعد كده النادي الاهلي يعني بيستدعيهم في فتره من الفترات اللي هو محتاجهم فيهم، فاكيد بتعمل له تقل وبالتوفيق. كابتن عبد كابتن عظيمه، عايز برضو اسالك عن المباراه، لان المباراه امبارح الحقيقه كانت مباراه حلوه في كل شيء الحقيقه، يعني مباراه ما بين الفريقين الاقوى واللي ما اتغلبوش لغايه امبارح، خلاص يعني دلوقتي اصبح النادي الاهلي فقط هو اللي ما اتغلبش حتى الان. فشفت المباراه ازاي وانت بقى راجل فني، يعني لما تيجي تتكلم هتتكلم فنيا افضل من اي حد. ربنا يخليك. لا هو طبعا يعني انا كنت متفائل جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي عمل مباريات كويسه جدا في الفتره اللي فاتت، قدر ينظم صفوفه، بدا يكسب بسكور كويس. فرقه بيراميدز فرقه كويسه جدا مع مدرب محترم، انما في اوقات الخبرات بتلعب دور. يعني مباراه القمه دي انا متهيألي يمكن دي اول مره في تاريخ بيراميدز انه يلعب مباراه لو تعادل او فاز فيها يعني يتصدر جدول الدوري. انما الاهلي قدر يتعامل معاه كويس. موسيماني عمل تشكيل كويس جدا، طريقه كويسه جدا، عمل رساله برضه لايهاب جلال، لان انا جاي برضه بلعب عايز اكسب، لعب 4 2 3 1 في البدايه طبعا. الحاجات دي كلها لعبت دور، كانت خلت النادي الاهلي يتفوق. وان كان في بعض الفرص كانت لبيراميدز، انما النادي الاهلي كان كويس. طبيعي الاهلي قدر يدرس بيراميدز كويس جدا. النادي الاهلي عرف، او موسيماني عرف، ان ايهاب جلال دايما بيحب يبني من تحت في جميع الاحوال في جميع الظروف. جاب منهم الجون الاولاني، ويعني كان ممكن يحرز كمان هدفين، جات له فرصتين كويسين برضو. الضغط الامامي وقطع الكره مره من تقريبا من عبد الله السعيد، والثانيه الجون من الاول شريف من عبد الله، او الثانيه من شريف، كانت في واحده شريف برضو كانت فرصه اكيده. اللي انا عايز اقوله ان قدر يعني يدرس الفرقه كويس. اوكي. طبعا نقول كابتن ايهاب جلال هارد لك، وانتم ماشيين كويس جدا وبالتوفيق ان شاء الله.